سؤال، فينا نستعمل البلازما البي ار بي بعيادة طب التجميل النسائي؟ الجواب ايه، فينا نستعملها. البلازما هي استخلاص الدم من السيدة من ثفلها، ناخذ الصفائح الدموية اللي هي غنية بعوامل النمو ومنحقنها بأي منطقة بنحتاجها بالجسم. هون نحن عم نشتغل بالمنطقة النسائية الخاصة، قد نحتاجها لزيادة الأحاسيس، لإعادة الشباب والحيوية والصحة للأنسجة، وبالتالي نحن بالمنطقة النسائية الخاصة. قد تكون بعد استعمال الليزر أو الراديو فريكوانسي أو بعد العمليات أو بعد الولادة. الـ PRP عيادة طب النساء، البلازما نعم فينا نستعمل.